احوالكم في سيدي رمضان؟ لاباس عايشك الحمد لله. قالوا لي جيران تبوك وممكن توفيوا الزوز، احكي لي كيف. صحيح اما مرضت حكايه جامعه كاك وماتت، وبقت حكايه عام وزاد مات بابا. كيف زاد مع الحادث؟ كيفاش حادثنا؟ حادث تراكتور قتلات. قداش من خو انتم عايشين؟ نحن ست اربع بنات وزولات. اكبر واحد قداش عمر واصغر واحد قداش عمر؟ 24 اكبر واحد و13 اصغر واحد. كيفاش عاملين في سيدي رمضان؟ منين تصرف ومنين تجي الفلوس؟ اش عاملين؟ هكا كان الناس الخير تعرفين، كل واحد يعطينا حاجه هكا عايشين. وباهين معاكم العبيد؟ الحمد لله صافا باهين معانا، ما فماش حتى مشكل. جيران باهين؟ باهين معانا الجيران الحمد لله. قولي انت الكبيره، قلت لي عمرك 24 عام، انت اللي تخدم عليهم معناتها وتتحرك، ولا هي باخواتك ولا كيف؟ هي ني الله باخواتي، ني كل شيء قائم هنا في الدار وكلها باخواتي الكل. مازالوا يقراو؟ يقراوي. قداش من ثلاثه صغار يقراو. حسك حزينة شنو؟ شبيك؟ يا كون ثلاثة يقراو، زوز ولاد يقراوني في الابتدائي والبنات تقرا في الليسي. توا حليت لك فريجيديرك باش نلقاش شوية غلة، نلقاش شوية لحم بهي، نلقاش حويجة، لقيت الدنيا كل فارغة ما فماش شيء. ما عنديش، ما لقيت باش نشري، ما شريتش. شنو تحب أنت؟ نحب تعاونون وتوقف معانا، أني ما عنديش لا بولا ونحب كما أنتم تعاونين في كل شيء. بيه هذي ان شاء الله معناتها. وشو اخر معناتها شنو تحب لاخواتك في العيد؟ كل شيء نحبهم، لبسه صبابط كيف ندادهم كل شيء. لطف ترى سامحني بعد شويه قرب لي. علاش تبكي؟ علاش تبكي؟ قولي علاش تبكي؟ علاش تبكي؟ فسر لي علاش تبكي؟ انت تقرا ولا ايه؟ باهي مريقلة امورك في القراية؟ في الدار الامور مريقلة ولا فما حاجة ناقص في سيدي رمضان؟ مريقلة. علاش تبكي؟ فكرت بكومك؟ جيت معنا من العاصمة من حي النصر، ايش رايك في الوضعية اللي لقيت؟ والله الحق وضعيتي صرت تعبين هوني، ياسر تعبين، لازمهم برشا حاجات، برشا عانيت معناها، سواء في الديار، في العيشة، في الماكلة، في الفرارش، في الجريري، في يرقدوا، في كل شيء معناها. باهي، واش رايك الشباب التونسي زاد وقت اللي تلفت شوية، وقت اللي يرجع الأصل ولا نظام مع بعضنا؟ والله هو هذا المطلوب معناها، نحن جايتنا هذيا وإن شاء الله نعاود نجو معاكم، بالنسبة لنا أول جاي، هو هذيا لازمنا نتعاونوا شوية كلنا مع بعضنا، كل واحد شوية. مش مطلوب معناها واحد باش يمد قولو برشا فلوس ولا برشا ماكله، شوية نعاونوا بعضنا معناها. كيما نشوفوا لهنا مستحقين معناها بالنسبة للعاصمة، حاجات نقولوا نحنا بازيك، حاجات متوفرة معناها عند أي دار، نجمو نمدوهم عنا وحتى نمدولهم شوية، نعاونوهم شوية. صح سي فيصل، ست أيتام لا بو لا أم. هذه مأساة أخرى معناها، هي اليتم راهو مش عيب، لكن ماهوش حاجة غير طبيعية، هو طبيعية، لكن وقتاش يولي مش طبيعي؟ وقت اللي يولد موجود في وسط الضيمة هذايا وفي وسط البيئة الصعيبة اللي قاعدين يعيشوا فيها، خط نتاع الشمال الغربي، احنا احتوانا هنا في نفزة، خط هو 160 سنة وأكثر من 60 سنة، يعني يبدو أنه الخط هذايا معناها وكأنه قدر كونه يعيش كل المآسي اللي نجم يعيش هاي بشر. اثنين معناتها اللي باش يحاولوا هم من خلالهم يحاولوا ينهضوا معناتها بالعائله، ويكون عندهم طموح، تكون عندهم امال اخرى،
صحيح الأب والأب ما يتعوضش، لكن ديما التونسي للتونسي رحمة، والتونسي كل رم مع بعضهم متضامنين، وقت حبي يتضامنوا يتضامنوا زيد. شنو حكاية المنطقة هذه بلا ماء وبلا كياس بلا حد شيء؟ والله المنطقة هذه في الواقع ما هيش بلا ماء، كي نقولوا بلا ماء معناها ما وصلهاش الماء جملة، لكن هي فيها كان فيها الماء على مستوى مجامع مائية، وهذا كانوا متواجدين كانوا يشربوا عن طريق المجامع المائية منذ سنوات. من بعد الثورة للأسف الشديد معناتها تفاقمت معناها مدونين تاع المجامع المائية، وقف التزود معناتها بالماء عن طريق المجامع. قديش الديون نتاع؟ بالنسبة للعماد بوزنا أكثر من 13000 مئات، أكثر من 13 مليون. كذا حتى ترجع لهم 13 مليون يرجع الماء. والله شوف هما 13 مليون مديونية زيد تهري شبكة نتيجة معناها الربط العشوائي اللي صار معناها عنده في الشبكة المائية زاد فسد الدنيا كلها هذه، لأنه صحيح نتيجة معناتها ربما أنانية البعض أنه كل واحد يحب يشرب وحده ويحب، فهمتني؟ لكن ترجع 13000 دينار أكيد اللي هي معناها متاع المديونية، وإحنا مش بالهذي، إحنا رانا حاليا إن شاء الله باش نشربه الماء بحول الله، إحنا عنا هذا في برنامج متاعنا نستنى.